السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. هذا الحديث الشريف يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل صيام شهر المحرم، وأنه أفضل الصيام بعد صيام التطوع، بعد صيام الفريضة وهو صيام رمضان، وأن أفضل الصلاة صلاة التطوع بعد صلاة الفريضة هي صلاة الليل. وهذا الحديث فيه يدل على فضل شهر محرم، وأن له مزيتين. المزية الأولى أنه من أشهر الحرم، والأشهر الحرم يجب حرمات الله يجب تعظيمها، ذلك وما يعظم حرمة الله فهو خير له. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فظلم النفس في جميع الأوقات محرم بالشرك والمعاصي، وفي الأشهر الحرم أشد حرمة. والثاني أن والمزية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الشهر شهر محرم إلى الله، قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله. فهذه الإضافة إضافة مخلوق إلى خالقه، إضافة تشريف وتكريم، مثل إضافة الناقة، يقال ناقة الله، يقال عبد الله ورسول الله وكلمة الله وروح الله، وهذا شهر الله. هذه صارت إضافة تشريف وتكريم، فهو شهر كريم، شهر شريف. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فضيلة الصيام في هذا الشهر وأن كله فاضل، وأفضل الصيام هذا الشهر هو الشهر اليوم العاشر، اليوم العاشر، فإنه كفر ذنوب سنة كاملة، كما ثبت في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صوم يوم عاشوراء: إني أحتسب على الله أن أكفر السنة التي قبله. وهذا فضل عظيم، يوم واحد تصومه وكفر الله لك ذنوب سنة كاملة. والمراد بالذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والتعامل بالربا وأكل أموال الناس، هذه كبائر لا بد لها من توبة. لقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا اجتنب المسلم الكبائر وأدى الفرائض فإن الله تعالى يكفر عنه الصغائر، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه. فصيام يوم عاشوراء يكفر الله به ذنوب سنة كاملة. فيستحب للمسلم أن يصوم اليوم العاشر وأن يحرص على صومه، وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتحرى صيام يوم كصوم يوم عرفة ويوم العاشوراء. ثم يستحب بعده صيام اليوم التاسع واليوم العاشر في هذا العام، كما ثبت في المحكمة العليا، هو يوم الثلاثاء القادم، اليوم هذا يوم السابع، واليوم الأول من هذا الشهر هو يوم الأحد موافق للتقويم، واليوم السابع يوم السبت السابع، وغدا الأحد الثامن، ويوم الاثنين التاسع، ويوم الثلاثاء هو العاشر. ويستحب للمسلم أن يصوم التاسع مع العاشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت لا قابل لا أصوم أن التاسع. ويستحب للمسلم أيضا يتيسر له أن يصوم يومه قبله يوم أو بعده يوم، لما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من شهر المحرم، فسألهم عن ذلك فقالوا: هذا يوم صالح
نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكر لله فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه وقال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، خالفوا اليهود. والحديث وإن كان فيه ضعف لكن الأفضل للمسلم أن يصوم 3 أيام، إذا صام العاشر وصام قبله يوم بعد يوم فإنه يحصل عليه أنه صام 3 أيام من الشهر، 3 أيام من الشهر، وحينئذ يكتب الله له أجر صيام الشهر كامل، لأن الحسنة بعشر أمثالها، كل يوم 10 أيام. قول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وصوم يوم عاشوراء كان في السنة الأولى كان فرضا، فرضه الله، أول ما فرض من الصيام صوم عاشوراء. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي أن اليوم يوم عاشوراء، فمن كان صائما فليتم صومه، ومن كان مفطرا فليصب بقية يومه. ثم في السنة الثانية فرض الله صوم شهر رمضان، فنسخ فرضية صوم يوم عاشوراء وصار صومه مستحبا. فإذا أفضل صيام هذا الشهر هو اليوم العاشر، ثم اليوم التاسع، ثم يعني يصوم 3 أيام. وهذا الشهر كله فاضل، والمسلم عليه أن يجاهد نفسه وأن يصوم ما تيسر منه على حسب فراغه وعلى حسب شغله. فإذا تيسر المسلم أن يصوم إذا كان عنده فراغ وعنده قوة ونشاط يصوم الشهر كله، هذا في فضل عظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعشر شهر الله العظيم. والأفضل أن يصوم أن يفطر 3 أيام من 3 يومين أو 3 من آخره، يوم الجمعة والسبت والأحد من آخر الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر قط إلا رمضان. فإذا صام من وفقه الله للشهر كله يفطر 3 أيام الأخيرة، الجمعة والسبت والأحد، حتى يصدق عليه أنه لم يصوم الشهر كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم شهرا كاملا غير رمضان. وكذلك إذا تيسر المسلم أيضا أن يصوم أيام البيض من هذا الشهر 13 و14 و15 فهو خير، كذلك إذا تيسر له أن يصوم الاثنين والخميس فهو خير له، وإن تيسر له أن يصوم يوما ويفطر يومين فهو خير، وإن تيسر له أن يصوم يوما ويفطر يوما فهو خير، وإن لم يستطع أو كان صاحب شغل أو كان لا يستطيع فأقل شيء يصوم 3 أيام، وإن لم يتيسر له يصوم 9 والعاشر، فإن لم يتيسر له فلا يغلب على العاشر. لا بد أن تجاهد نفسك على يوم واحد، وإن كان تركه أولى ولكن لا بأس، إذا كان الإنسان لا يستطيع إلا اليوم العاشر يصوم اليوم العاشر، وإن تيسر له وإن يتأكد في حقه أن يصوم 9 مع العاشر. وأيضا كذلك ومن تمام الفضيلة أن يصوم يوما ثالثا حتى يحصل على صيام 3 أيام من الشهر. وفق الله الجميع لطاعته، وثبت الله الجميع الدعاء، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم العمل الصالح الذي يرضيه، وأن يعيننا على طاعته، وأن نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه القويم، ونسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما نسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يوفقهم للصالحات ويجنبهم المآثم والمنكرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.